17 سكن من البنات العمومية الإيجارية. إذن المسكن احنا سعينا باش نرفعوا يعني درجة الأئمة ودرجة الذين يقومون على الشأن الديني، وسنواصل إن شاء الله حتى تكون لهم مكانة مع السيد رئيس الجمهورية طبعا فيما هي مقبلة عليه الجزائر إن شاء الله من تطوير ومن بناء ومن تعمير. ولذلك أدعو إخواني إلى الالتحام في هذه المنظومة الوطنية التي من خلالكم أدعو جميع الأئمة جميع الأساتذة المكلفين إن شاء الله بهذه القوافل العلمية حتى ننور الناس ونعطيهم ما الذي يريده منا هذا الدين، ما الذي يريده منا هذا الوطن. البلاد هذه محتاجتنا، كيفاش نبلغهم هذه الرسالة؟ تاريخنا عظيم فلنكن بقدر هذا التاريخ الذي تشرفنا به. حاولت أن أشارك في مساري المهني وأنا أستاذ بالجامعة ضمن الصحافة، وتشرفت بالخدمة مع صحفيين أمثالكم. الكلمة التي تبني ليست كالكلمة التي تهدم، الكلمة التي تجمع ليست كالكلمة التي تفرق، الكلمة التي تؤسس لنظرة شاملة ليست كالكلمة الجزئية التي ليس لها هذا البعد الذي ينبغي أن نجعله نصب أعيننا. الجزائر أولا، والجزائر ثانيا، والجزائر ثالثا. الأمن القومي أولا، الأمن القومي ثانيا، الأمن القومي ثالثا. وحدة الأمة، وحدة الكلمة، وحدة التراب الوطني، وحدة التاريخ، وحدة المصير، هذه أولا، وكل شيء يأتي بعد هذه الأوليات. فهنيئا لكم.